الرؤية الوحيدة حتى ما ندخل في غياهب المؤامرات والمعشعشة في عقل البعض الضعيف، لا يوجد إلا خيار واحد في الحالة الفلسطينية، التفاهم والتكاتف والاستفادة من الماضي نحو المستقبل. من يدعي أنه عنده حلول عسكرية لإعادة غزة إلى السلطة واهم، من يدعي أن لديه الحل السحري في غزة يكون واهما، لأن حماس جربت 3 حروب وأعلنت الانتصار، مع أنه أنا أسجل احترامي لشكل الصمود الذي حدث في 3 حروب ولكن النتيجة 0. إذا لم تترجم سياسيا بإنجازات للمواطن، لا ما تأخذني، ما تدعي النصر ويعني وبعدين ندفع الثمن، لكن هذا ليس مجالا للنقاش. نعم، الرؤية الوحيدة هي التفاهم بجدية على بناء إعادة بناء نظام سياسي قائم على الشراكة من الجميع، الفصائل وغير الفصائل، لأنه 50% من المجتمع الفلسطيني اليوم مستقلين. اليوم تسأل ابن اللي كان عمره 10 سنوات في فترة بداية الانقسام والانقلاب، الآن صار عمره 20 سنة، إذا بتسأله لا يعني تيجي تقول له أنت طموحاتك في عودة اللاجئين هذه لم تلغى، ولكن هو بيسألك بدي أدخل أي جامعة، وبعد ما أدخل الجامعة هتخرج هل حقدر أساعد أسرتي ولا لا، وبالتالي هذه تحتاج إلى وحدة وطنية قائمة على شراكة سياسية، وحدة وطنية، الاتفاق على برنامج سياسي، الاتفاق على برنامج مقاوم، يعني شكل ومضمون مقاومة، هل بالصواريخ زي ما كان البعض يعتقد أنه بس أضرب صاروخين بتحل الموضوع، لا الموضوع أعقد من هيك، هل بالمفاوضات والتنسيق الأمني المقدس كمان، لا ما تأخذني، أوسلو وتبعاتها انتهت، مش لأني اختلفت مع أبو مازن، إسرائيل استقر